أخبار اليوم. وزير الرياضة يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل استضافة مصر البطولة الأفريقية للتايكوندو. شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر للبطولة الإفريقية للتايكوندو ببورسعيد، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، وذلك بحضور اللواء مجدي اللوزي رئيس الجهاز الرياضي للقوات المسلحة وفرج العامري رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية. وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن البطولة الإفريقية للتايكوندو تعد من البطولات الهامة التي يحصل فيها اللاعبين على 40 نقطة لتحسين تصنيفه على المستوى العالمي والأولمبي، مشيرا إلى أن إقامة البطولة ببورسعيد جاء بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة بشأن تنفيذ العديد من الأنشطة والبطولات الرياضية ببورسعيد خلال زيارته الأخيرة للمحافظة. وأكد رئيس اتحاد التايكوندو أن البطولة تنعكس أهميتها في إعداد اللاعبين المصريين المتأهلين إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في لعبة التايكوندو. عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بسبب الهزيمة أمام دجلة. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لن يتم توقيع عقوبات إضافية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام وادي دجلة. وأوضح عبد الحفيظ أن هناك خصومات سوف يتم تطبيقها وفقا للائحة دون اللجوء إلى توقيع عقوبات إضافية على اللاعبين. وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي واجه سوء حظ كبير في مواجهة دجلة، فضلا عن حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين التي أثرت على تركيزهم خلال المباراة. جيرارد أسطورة إنفيلد يؤكد أنه سوف يعود إلى ليفربول عاجلا وليس آجلا. كشف ستيفن جيرارد اللاعب الأسطوري السابق لليفربول أنه سوف يعود مرة أخرى إلى المدينة وربما النادي عاجلا وليس آجلا. ويذكر أن جيرارد 35 عاما يلعب حاليا في الدوري الأمريكي لكرة القدم منذ رحيله عن الريدز الصيف الماضي بعد أن أمضى 17 عاما كاملة في ملعب إنفيلد. غير أن جيرارد أكد أنه يفتقد وطنه ومدينته ويتطلع بشدة للعودة إلى إنجلترا، وقال في تصريحات تلفزيونية أدلى بها: إنني لا أريد أن أثير شائعات لا ضرورة لها، ولكني أقول أنه رغم سعادتي حاليا في أمريكا إلا أنني واثق من أنني سوف أعود مرة أخرى إلى ليفربول المدينة بل وربما النادي، حيث أنه من المحتمل أنني سأقوم بدور جديد فيه. وأضاف: أنني أعلم أنني سوف أعود إلى ليفربول مرة أخرى عاجلا وليس آجلا. عمر جابر يطير إلى بازل السويسري لخوض تجربته الاحترافية في أوروبا. غادر مطار القاهرة الدولي عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متوجها إلى سويسرا، وذلك لأداء الاختبارات الأولية تمهيدا للاحتراف بنادي بازل السويسري. وكان في وداع عمر عدد من جماهير نادي الزمالك، ومن المقرر أن يتوجه إلى فرنسا ترانزيت ومنها إلى سويسرا. وكشف عمر جابر عن استقراره على ارتداء رقم 4 مع الفريق السويسري وهو نفس رقمه مع الزمالك، موضحا أنه تلقى مكالمة هاتفية من محمد صلاح المحترف في روما الإيطالي يطلب منه ارتداء رقم 22، إلا أنه أشار إلى حجز الفريق السويسري رقم 4 له. والجدير بالذكر أن فريق بازل السويسري احتضن نخبة من اللاعبين المصريين الذين نجحوا في رحلة الاحتراف الخارجي، ولعل أبرزهم محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف فريق روما الإيطالي، والنجم المصري محمد النني المحترف في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي. وتعقد الجماهير المصرية أملا على نجم الزمالك أن يتمكن من النجاح في تجربته الاحترافية الأولى، وأن يسير على درب صلاح والنني وينطلق في مسيرة احترافية داخل الملاعب الأوروبية. إيقاف شيكابالا وتحويله للتحقيق بسبب الوايت نايتس. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض وإحالته للتحقيق وسحب شارة القيادة منه. جاء قرار إيقاف شيكابالا وتحويله للتحقيق بعد مشاركته واحتفالات جماهير الوايت نايتس المنتمية لجماهير الزمالك في وداع عمر جابر قبل سفره إلى سويسرا لإجراء الاختبارات الأولية في نادي بازل السويسري.